اكيد مثل ما عم نشوف قديش مهم، يعني مثل ما الشيف عم يعمل اليوم يمكن شاورما خلينا نقول منزليه، اكيد بتضل اضبط من اي شيء ممكن ناكله من برا، واكيد اسلوب غذائنا هو مهم لصحتنا العقليه والجسديه، ولكن في بعض الاحيان تتطلب اجسامنا عناصر غذائيه محدده لتكون اكثر نشاط وصحه. تماما رنا، مثل ما بنعرف مثل ما بيقولوا انه الطعام هو نصف العلاج، فالاطعمه الغنيه بالفيتامينات والمعادن بتدعم اجهزه الجسم كلها وخاصه الجهاز العصبي. يعني رح نحكي عن فكره دعم الجهاز العصبي، رحله الشفاء بين المسكنات والادويه، ومواضيع كثيره عفوا رح نطرحها ونناقشها معكم، ورح نرحب بالدكتورة ثواب الغبراء الاختصاصية بعلم التغذية. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة. يعني اليوم رح نحكي أكثر عن اعتلال الأعصاب بشكل عام، عن هذا المرض، خلينا نحكي شوي على طرق العلاج غذائيا، وهل ممكن بشكل معاكس الغذاء هو يكون سبب لهذا الاعتلال؟ بالضبط، لانه هلا هذا شيء شائع كثير صاير هلا بهالفتره هي. هلا مشان ما نفوت بالاسباب والقصص، وهي هي كلها تخصصات طبيه، يعني انا جاي اركز على اكثر شيء ممكن انه اذا ظهر هي الاعراض هذا الانسان يبلشها من اولها، لانه العصب مو مثل اي عضو ممكن ترجعي له شفائه. لانه ليش سموه اعتلال؟ العله صارت، صار في خلل، في اذى، تأذي عصبي. العصب بالذات من الأعضاء النادرة بالجسم عندك ياها، اللي هي ما بقى في أنا ريال علاجها بقى، يعني مثلا ما في خط رجعة، يعني بيقول لك الدكتور العصبية بدنا نشوف قدرة قوة العصب هذا، شوف شو صفيان منه. فإذا تأذى 20% عندك ياها، حتى لو هي بدنا نوقف الاعتلال تبعه. فلذلك أول ما بيظهر بعض هاي الأعراض هاي القصص، فوراً الإنسان يلحق الأمور تبعه، خاصة بأمراض السكري، بأمراض اللي هي فيها تأذيات رياضية قوية للعصب، وقت بيظهر التنميل، الخدران، الحرقان. لكن هاي الأشياء من كتر مو صار في شيء اسمه إدخال بالمسكنات كعلاج فيها، يعني صار في خربطة بين إني أنا راح الوجع وبين خربطة إني أنا عم عالج هذا الوجع. وهون بقى جاي هلا نحكي شوي عن الغذاء اللي بيهمنا امره بهالقصص هي. هلا اذا بلشنا نحن نقول في اعتلالات متعدده، بسبب اي اعتلال هذا دليل في التهاب بالعصب. تماما اي شيء حدث اما بالنهايه او بالمسير العصبي او بالمركز العصبي. مراكز العصبيه اللي بتعمل الاعتلالات هي الديسكات والامور هي، بتكون عندك صار تاذي بمنطقه المركز من مكان خروج العصب من مركزه. تمام. فبيصير تاذي هون وهالقصص هي. آلام شديدة بتخلي العصب كلياته يتجاوب مع هذا الألم، من تنميل وخدران، من تشنجات العضلات بطول المسير. لكن وين هذا حدث؟ التأذي فيه بالمركز. الاعتلال وقت بيجي بيكون بالسكر، ببلش من النهاية، النهاية من الأطراف. فلذلك في هدول كله هذا بدنا نبلش وين صار مركز التأذي بالعصب. هون كثير لازم المشاهد يعرف إنه أنا وين عم يصير بالضبط عندي. بالنهايات مثلا بكعب القدم، بالاملاح اللي عم تترسب فيه، بالدم املاح عم تترسب على هالنهايه عم تاذيها. فهون لازم يصير في ترويه، يعني كيف انا شيء تركته فترات معينه من الزمن تراكم عليها غبار، اذا ما صار في نشاط دوره دمويه بالنهايات هي اللي عم تعمل الالتهاب. اول شيء بدك تعرف مين اللي عم ياذي العصب، هل هو الضغط الفيزيائي، هل هو دواء تاخذ، هل هو في ماده السكريه اللي صار في عندنا الاعتلال العصبي مشانها بنوقف الاذيه العصبيه. فهي كثير مهمه هي لنعرف الموضوع هذا. الشيء اللي بيهمني امره كمان شو الاغذيه اللي بدك تعرف شو تاخذها، في شيء اسمه ترميمي، في شيء اسمه ايقاف سبب. فهي الامور هي كلياتها. هلا نحن بنقول اذا كان في مشكله تاذي العصب، التأذي الفيزيائي أول شيء بده يصير يعمل عمليات الانفطاط حتى يفك الأذية العصبية، لأنه مهما بلغ من المسكنات ولسه الديسك ضاغط على العصب، أي شيء رممته أنا مادة الميلاينين للعصب حيرجع يتآذى. ونفس الشيء أنا فتت بدوامة فقط المسكنات وإني أنا عم عالج حالي بشكل كتير ظاهري، فأنا ما استفدت شيء. الشيء اللي بيهمني أمره غذائياً لأي التهاب عصب ناتج عن مرضى الديسك، فوراً بدهم يرمموا المادة البيضاء اللي تخرشت، وهذا كمان بنشوفه عند الرياضيين إذا لا سمح الله انقطع وتد. هاي المادة اللي بتغلف العصب غذائياً عندي إياها ترمم غذائياً من صفار البيض، من مادة الكولين، وأي شيء فيه مرق عظم عندنا إياه كثير رائع جداً لترميم المادة البيضاء الميلاينين، هي رائعة جداً بده يبلش يتناولها مع الشغلات اللي عم يعطيها طبيبه. لكن بده يعرف يسأل طبيبه إنه هذا يا ترى عم باخذ تسكين ولا أنا عم باخذ عندي إياه، أنا عم رمم هذا الموضوع.
للأسف أي تأذي عصبي فوراً بينهجم عليه علاجياً عنا ببلادنا بالكورتيزونات، وهذا خطير جداً بالموضوع. أنا لا أخفي أنه الكورتيزون هو مضاد التهاب ستيرويدي رائع جداً، لكن لا يعود أي دواء عندي بيقدر يصير فعال بعده إذا دخل على الجسم، وله أضرار كتير رهيبة. يعني أنا بضبط العصب هذا بيهري العظم، يعني أنا عم أعالج إنسان بالديسكات بكورتيزون، أنت هدمت الفقرات أكثر وسمنته أكثر، وبنقطة نفس الوقت صحيح إنك عطيته عندك إياها شوية علاج ظاهري، لكن خربنا الدنيا أكثر ما نحن استفدنا منها. هيك يمكن دكتورة بيقولوا إنه آخر شيء فكروا بالعلاج بالكورتيزون، يعني لازم نحن مراحل كثيرة نفكر فيها بأول شيء. فيها تماماً. وحتى أدوية تبعات الفيتامين بي بخطوها بمواد فيها كورتيزون، صحيح آثار خفيفة بس هالأمور. بتلاقي القدم عندك يا أول شيء ضربوا بالمنطقة المتألمة إبرة كورتيزون. أنا طبعا. فعلاً ما عم فوت بالأمور الطبية لأنه كل حالة تستوجب تخصصها إطلاقاً لا، لكن أول شيء لا تفوت بالحل الكورتيزوني، يعني أول شيء لا تفوت، هاي أول نقطة. بنرجع نحن بنحكي على الاعتلال السكري، اعتلال السكري عندي نهاية إجت تتأذي، أول شيء ضبط السكر تماماً. النقطة الثانية نيجي نشوف السكر شو نقص على الجسم، فيتامينات بي، في كذا مصدر لفيتامينات بي غير الحبوب المكملات اللي هي كمان مشكلة بزيادة الوزن وبزيادة كذا قصة. تمام. منها عندنا اللوز الحلو عندي اياه تاخذ انه هو ني، الأمور اللي فيها عندي اياها بالنسبة لي عدة مواد. أنا بقول إنه أنا مريض السكري لازم ياخذها مثل مادة الكركم، مادة الهي بتبلش تنشط الكبد ليستقلب هو فيتامينات البي تبع جسمه. اللي بيهمني أمره كمان إذا حدث اعتلال عصبي بسبب عندي ترسب أملاح دم، هذا أول شيء يروح الأملاح الزايدة من الدم تبعه. في عندنا شغلتين، عندنا وصفة البقدونس والليمون اللي نحن كثير بنركز عليها اللي بتحل أملاح الدم وبتخلينا ننقيه عن طريق الكلى، فهي كثير بتخفف من الآلام تبع كعب القدم. يعني أنا بكون مثلا نايمة فقت لقيت صعوبة جدا بالدوس على منطقة الكعب، بكون قاعدة بشغلي طلعت لقيت حرقان صار نهايات طرفية متألمة جدا، هذا أهم شيء لإله يروح ترسبات الأملاح الناتجة عن الدم. الشيء الثاني أنا اللي بيقول عندك يا هي الوصفة هي تؤخذ يوميا أحسن من 100 دواء بالنسبة لي تسكيني. الشيء اللي بيهمني أمره كمان إذا كان في عندي مشاكل كمان خدران معها، مرافقة مع خدران، هي في عندي ضعف بالدورة الدموية الوعائية بمنطقة أسفل القدم، أو مثلا بيقولوا لك خدران إيدي، هون ما عم يوصل الدم للنهاية الطرفية ليسحب أملاح هي المنطقة هي وتراكم فضلاتها. فهون نحن أنا بقول رغم أني أنا أخصائية تغذية في دواء بينشط الدورة الدموية بالنهايات العصبية اسمه الدافلون، معروف جدا، هذا جدا مهم انه يتاخذ مع وصفه غذائيه حتى يصير في ترويه دمويه للنهايات الطرفيه، هذا بيكون كثير بيتحسن الخدران وبيتحسن هالامور. لكن اضل سفسف مسكنات مسكنات مسكنات، وللاسف الشديد في منها مسكنات بتاثر على مراكز الالم بالمركز، الاستخدام المديد لها بيساوي عندي مشاكل بالذاكره، مشاكل بالتواصل، مشاكل بالعامل النفسي. الشيء الثاني كمان بدي احكي كمان في العامل النفسي، له عامل كثير عالي جدا بيسبب اذيه عصبيه كمان، هذا اسمه عندي اياه من احد الاسباب اللي بتعمل كمان اعتلالات اعصاب. لكن نحن مشكلتنا انه بفوت عندك مريض ديسك بيطلع عندي اياه من كثر المسكنات والمهدئات طلع مريض نفسي، بفوت عندك يا مريض نفسي الاعصاب شبكه تلفت، يعني فايته باقل عضو، بالعين فايته، بالشم فايته، بالرجل فايته. لكن العلاج اللي هو اسمه الشائع للاعصاب حيث انا ما اعرف سبب الاذيه العصبيه هي اللي عم تفوت المريض عندي اياها ب60 خطا. فانا هذا هون اللي جاي انه ركز اول شيء حدد وين اذيتك العصبيه وبعدين عالج، لا تعتمد على المسكنات، المسكنات حتضرب لك كلويك على المدى البعيد، المسكنات حتنقلك من حاله لحاله، حتنقلك من مرض لمرض، فهذا شيء خطير جدا بهيك قصه. تماما. يمكن دكتوره خوف لكثير من الاشخاص من انهم هن يعالجوا حالات الاعتلال العصبي او حتى حالات الديسك، بتلاقيهم بيلجؤوا للمسكنات ببعدوا تماما عن يعني علاج المشكله اللي نحن بالاساس عملت لنا كل هذا الوجع. بس خليني يعني ذكر كل الاشخاص اللي عم يشوفونا انه عم يظهر على الشريط رقم فيكم تتواصلوا معنا لحتى تحكوا مع الدكتوره ثواب الغبره وتسالوها اي سؤال حابين تطرحوه، وخاصه عن حديثنا لليوم. ذكرتي فكره دكتوره عن مرضى الاعصاب يلي هن بيكون عندهم نقص بفيتامين بي،
ولكن في كثير من الدكاتره بيقولوا لك لا بقى تاخذي فيتامين بي، انه ما انت ما عم تستفيدي. فيتامين بي بانواعه، هل هو لازم يكون في تحضير له قبل ما نحن ناخذ المكملات الغذائيه؟ يعني مثل ما حكينا سابقا عن فيتامين د يلي هو لازم يكون بوسط دهني، او مثلا نشرب كاسه لبن يمكن، او اي شيء فيه دهون، هل فيتامين بي له هيك شغلات ثانيه؟ فيتامين بي افضل اذا اخذته انا عن طريق الجهاز الهضمي. اهم شيء راعي انه المعده تبعي عندي اياها شغله سليم، ما يكون في زياده حموضه. الناس اللي عندها مشاكل او عملت استئصال او ستيف للمعده بنفاشل جدا تراكم فيتامينات بي بجهاز الهضمي. يعني فورا تروح تلجا للتغذيه الوريديه، لانه حمال فيتامين بي 12 انتهى بمعدتها عفوا استئصي. تمام. ففي شيء اسمه انه فوت التغذيه الوريديه فيه. الفكره انه اهم شيء للوسط الفعال لامتصاص فيتامينات بي انه تكون المعده حامضيتها صح، لا عنده يكون زيادة بالحامضية ولا نقص إفراز بالحامض المعدة. الناس اللي بتستهلك المالوكس ولا دولي وأدوية المعدة وهالقصص هاي والأمبرازولات، فيتامين بي يعطيك العافية ما لا يستقلب، لا يستقلب بشكل صح بالإثني عشر وبيمتص. طيب بس أنا ماني من الأشخاص اللي بياخدوا المالوكس وما شابه، كيف بدي أعرف إنه الوسط حمضي ملائم لفيتامين إذا ما عندها معدتك أي مشاكل، ما في أي مشكلة عندها إياها، أنا بلاقي إنه المعدة لازم يكون وسط حامضي. اللعب المدى على البدء بحالته الطبيعية، وحتى لازيدك من ما بيسموه شيء إفادة أكثر، مو غلط إني بعد عملية الأكل تبع الغداء إني حط شوية معلقة خل عندي اياها، بتقولي لي بتأذي المعدة؟ هذا الناس اللي عندها حرقة بتولول بتجنن. هلا اذا كان في اكل وفي واقي بيضيع، وخاصه اذا مدتيه بشويه مي، مو قبل الاكل مو قبل الاكل ابدا عنده. بعد الاكل، لانه هلا بحتاجه لسحب فيتامينات بي للدم اكثر، وانا وسط الهضم تبعي. الشيء الثاني الفيتامينات بي بتيجي من اللحوم، الناس النباتيه بتلاقيها، لا ياخذ الانسان لا يكون حيواني باكله ولا يكون نباتي. يعني هي الفلسفة من أخطأ فلسفات الكرة الأرضية بعالم الغذاء، لأنه الله خلق لنا ناكل لحوم، ناكل نبات، ناكل مو مختلفة حبوب هالأمور هي، لكن في جسم بيستقلب مادة أكثر من مادة حسب طبيعة دمي، حسب طبيعة الدي إن آه تبعي، هذا الشيء هذا وارد. لكن أنا أخذ فلسفة تبع الزيرو إني أنا ما أقدر أفوت، هذا هي اسمها أكبر فلسفات خاطئة. هلأ العلماء عم ينبهوا قديش هي فاشلة بجهاز المناعي وجهاز اللمفي بكل المحاور. جيتي شيء ثاني، انا بدي اعزز فيتامينات بي بالهي، بدي ما في شيء اعمل شيء يعزل امتصاصها. يعني انا من الاشياء اللي بتعزل امتصاصات فيتامينات بي الاكل اللي فيه عندي اياه المواد اللي فيها بالنسبه لي شغلات اسمها النشويات المؤذيه للجسم. انا الشغلات اللي فيها عجين مساء استقلاب فيتامينات بي كثير سيء بيكون فيها، رغم انه القمح هو مصدر رائع لفيتامين بي، لكن هذا قمح ميت عم يفوت لاجسامنا للاسف، لانه هي كلها حبوب معدله عم تجينا من برا. الخبز كان مصدر لفيتامين بي بايام زمان وقت كانت حبوب بلادنا مزروعه ببلادنا، لكن هلا هي الحبوب المعدله اطلاقا هي فشل وراثي مدمر للاثني عشر. لذلك كل ما قللت من خبزك وعجينك بالليل اخذت مصادره من اللحوم والامور هي بشكل افضل واحسن. نحكي هلا على شيء اسمه عندك ياها هلا فيتامينات بي كثير هامه للناس اللي عم تعمل عندها معاناه من اعتلال اعصاب بسبب سكري، لانه هذا عندهم بيكون بالكبد او مريض السكري كثير عنده مشاكل استقلابيه بهالفيتامينات هي. الفكره الثانيه كمان مثل ما قلتي بننظم السكر، لانه السكر هو كثير شيء مهم ما يرتفع حتى ما يستهلك لك هالفيتامينات بنسبه عاليه. اللي بدنا نحكي عنه شيء كمان انه بالنسبه لإلي قديش اذا ضعفت الدوره الدمويه بالنهايات الطرفيه شو شلون بتبلش تاكل العصب مثل كيف عم بتجي بس عرق اخضر ببلش من الطرف من الغصن ياكل كل بقى المكان الاخضر بالجسم والعصب نفس الشيء. اللي كثير مهم اني انا كمان راعي اذا كان في عندي املاح مترسبه على العصب وتنميل وخدران اعرف انه لازم بلش اخذ شيء من مشتقات المغنيسيوم. مشتقات المغنيسيوم تمنع ترسب املاح الكالسيوم على النهايات اللي بتحرق ممكن النهايات العصبيه، خاصه اذا كان في عدم نشاط دموي بالنهايات الضيقه جدا جدا، يعني هي الخدرانات والتنميلات كثير مهم الواحد ياخذ مكملات المغنيسيوم. مكملات نوعا مو مكملات لا عضويه، هي مكملات عضويه. شو يعني؟ بدي سترات المغنيسيوم بالحصر، هي بتساوي بتعاكس املاح الكالسيوم تترسب خاصه على القدمين، خاصه على التنميل
العاملين بيفوق بيفيق بيقول لك حرقه شديده برجلي. هاي القصص هاي كثير مكملات المغنيسيوم لها علامه. الشيء اللي بيهمني كمان انا هلا فوت كمان بالعامل الغذائي الترميمي. هلا في ماده اسمها زيت الجوز الهند كمان بترمم العصب المتاكل. زيت الجوز الهند 3 معالق يوميا هي رائعه على الاعصاب على فكره ورائعه على عصب الشعر. ما بنعرف انه للشعره في عصب، الناس بيحطوها دغري كل ما قوي عصبها بالضبط. كل ما نحن حكينا عنها بحلقه سابقه انه انا كل ما قويت عصب الشعر كل ما منعت تساقطها. تمام، رح نكمل دكتوره ونحكي اكثر خصوصي بكيفيه اخذ المكملات الغذائيه. هي اللي بيصير فيها مثل ما قالت مشلين يمكن خطا او دائما بتاخذ المكملات ولكن بدون ما نحصل فعليا على فائدتهم. رح ناخذ معنا اول اتصال. صباح الخير ديانا، يسعد صباحك. مرحبا دكتوره. هلا وسهلا. هلا صباح الخير. يا صباح النور دكتوره. انا بس بدي اسالك بكافك. هلا انا من فتره من شي 16 سنه كان معي التهاب بالاذن الوسطى، فضليت اعالج حالي على الحب عيادة 16 وحط اصفر بس ما رحت المرضى ورحت كثير على دكاتره. في طنين في طنين في خشخشه باذني؟ في طنين لو سمحتي ديانا، لو سمحتي اذا بتوطي صوت التلفزيون من عندك تسمعينا من سماعه التليفون. ايه لانه دكتوره ما كثير عم تفهم عليكي شو في طنين بالاذن. انت عندك تعالجتي مشان الاذن الوسطى؟ تمام. حاسه في طنين في دوخه؟ ايه بس دوخه بس طنين ما في. حلو. طيب طب اسمعينا عزيزتي. تفضلي. الأذن الوسطى بالنسبة لنا قسم من أحد الأقسام اللي بيهمني أمرها كمان لمراكز التوازن. هلأ مشكلة هاي القصة تعالج تقليدياً طبياً بأدوية الحساسية. الأدوية الحساسية معظمها موسعات أوعية دموية. الفكرة الأساسية بتكون أحياناً التهابة ناتج عن مشاكل أحياناً بالرقبة، لأنه كمان عضلات الرقبة بتغذي جداً التروية الدموية للأذن الوسطى والأذن الداخلية. أول شيء بدك تراعي إنه بده يصير لازم يكون في تروية دموية جداً عالية للنهايات العصبية لهي المراكز هي. فأنا أنا بنصحك عزيزتي تدليك مساج يومياً بين كل ساعتين وساعتين لعضلة الرقبة. النقطة الثانية عزيزتي حاولي إنك تاخدي المنشطات الدورة الدموية مثل أوراق الجينكو. أوراق الجينكو بتزود توصيل دورة الدم للنهايات الضيقة جداً. خدي وصفة البقدونس والليمون عزيزتي، خففي شوي من أدوية الحساسية وحاولي تعالجي حالك بطريقة مختلفة عن أدوية الحساسية، لأنه أدوية الحساسية بترخي والرخي عندها كمان بيزيد عملية عدم التوازن بشكل أكثر. لكن ممكن تكون حالتها هي جاية من هي اسمها عندك ياها التضيق ما عم يوصل للنهايات عندك يا الدم للنهايات الضيقة جدا. إذا لقيتي هي الأدوية ما عم تلاقي لك حل وتعمل لك علاج، اعملي عملية التدليك، خدي أوراق الجينكو. النقطة الثانية خدي كمان حبات اسمها حبات المغنيسيوم، كثير بتساعدك بهالقصة هاي. يعني عن جد تفاصيل كثيرة ما شاء الله عليكي دكتورة. ما في شيء ما هيك له علاج على السريع. ان شاء الله يا رب تكون استفادت. وكمان رح ناخذ اتصال ثاني من غالية. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك يا رب، تفضلي دكتورة مع حضرتك. كيفك دكتورة شو أخبارك؟ يا أهلا وسهلا حبيبتي الله يخليكي. انا عم احل الركبه من ورا من الثانيه من ورا. ايوه بحس رجلي رح ينشلوا كثير بيجعوني رجلي، وفي حماوي تحت بالقدم تحت بحس بحماوي رهيبه ما فيني اغطيهم بالليل. طيب اسمعيني عزيزتي. شوفي عزيزتي هلا لتوصل الوعاء الدموي الشريان عندك يعني يوصل للنهايات السفليه للقدمين بده يمر بالركبه، واي توزن بالركبه او التهاب بالمناطق المفصليه او بالكيس الغضروفي او هي بيعمل عمليه انقاص وصول للدوره الدمويه للنهايات الطرفيه. برجع بعيد عمليه التدليك حتى تمصي اكثر وتخلف هالاملاح، لانه الدوره الدمويه عندك اياها بالقدمين حتما ضعفت من وراء مشاكل ركبتك. هي نقطه. النقطه اللي بيكون عندك اياها اول ما يوجع الانسان ساقين وبيقولوا له ريح، منريح بس بطريقه فهيمه بالراحه بحيث ارفع فارج ليك. ايوه دكتورة. ما نسكن العضو لانه اول شيء بيدمر العضو سكونه.
فلذلك اهم شيء حتى لو كنت قاعده يا عزيزتي بتحركي ركبك بشكل عندي اياها متكرر حتى يزيد الترويه. النقطه الثانيه المشي على الرمل كثير بيهمك عزيزتي، لانه في ضعف فعلا ترويه ناتج عن مشاكل بالركبه. الوزمة اللي قفى الركبة اللي عم تسبب لك هاي القصص هاي كلها والمشاكل لازم تعرفي شو قصتها، هل هي التهاب غضروف ولا في سائل وزمي على العبة بقفى الأعصاب تبع الركبة، لأن المنطقة الخلفية للركبة كلها أعصاب وعضلات هي اللي بتنزل التروية الدموية على كمالة الساق، فهون في عندك خلل يا عزيزتي. الشيء اللي بيهمني أمره كتير بيفيدك زيت عندك يا زيت حبة البركة، إذا كانت في التهابات بالأعصاب تبع الركبة بتروح لك ياها، ومادة الكركم مادة رائعة جدا لحل الأملاح اللي ترسبت أو ناتجة عن ضعف الدورة الدموية بنهاياتك العصبية تبع عم تحكي شرب دكتورة صح؟ نعم. هلأ أنا حأعطيهم كيف هدول شلون بيتاخدوا. بالنسبة لزيت حبة البركة زيت تقيل جدا لكن بيفيد لشيء اسمه إذابة شحم الكبد وإذابة الأملاح بمناطق عندك ياها نهايات القدمين. رائع جدا، يحتوي على خواص مضاد التهاب. حتى وقت عم تقولوا لي نحن شو البدائل عوض الكورتيزون، الناس اللي بتاخذ ابر كورتيزون وما لقيت على المدى البعيد فعاليه بهي المناطق القويه لانه هي بتنضرب فيها ابر كورتيزون، انا بقول احلى حل طبيعي هو زيت حبه البركه. زيت حبه البركه يمدد شوي بزيت زيت الزيتون لانه هو زيت ثقيل جدا حتى يفوت الانسان ياخذ خواصه الرائعه. انا بتاخذ شرب معلقتين زيت زيتون مع معلقه زيت حبه البركه. تمام. بتاخذ شوي شوي، بدي اقول نص معلقه الصبح نص معلقه المساء. اذا بدا الواحد يعني ياخذ وصفه متكامله كمان الكركم كثير بيتفاعل مع هالزيوت هي لانه ماده الكركم مين ذوابب اوساط دهنيه اكثر من الاوساط المائيه. اذا جاب بمعدل عندي اياها كاسه صغيره ثلثين زيت زيتون وثلثة زيت حبه البركه ودابت فيها عندي اياها معلقه كركم اخذ وصفه ذهبيه جدا لاعصابه ولحل الاملاح. برجع بركز على اهميه المغنيسيوم، المغنيسيوم جدا مهم ل حل الأملاح الناتجة عن حمض البول لهالأمور هي. الشيء اللي بيفيدها كمان هو التين، التين كتير رائع لحرقة أسفل القدم. التين طبعا. تناوله نحن بنقول 7 حبات زيتون مع حبة تين. هلا نزل التين، إذا ما كان متواجد التين في ورق التين، ورق التين المغلي تبعه مو بضروري أنا ساوي على طول وصفة وأنا عم بغلي الشاي نزل ورق التين رائع جدا لهي الأشياء. دكتورة سؤال، إذا مثلا جففنا فممكن ناخذ نفس الفائدة إذا بدنا نتركه على على مدى حتى بعيد؟ حتى في دراسات هلا علمية عم تلاقي التجفيف عم يزود تركيز المادة الفعالة طبعا. لأنه وقت بتكون هي خضرة بغض النظر إذا أنا بدي استفيد من الكلوروفيل ولا لا، المادة الفعالة الأخرى بتزداد تركيزها بعملية التجفيف، لذلك التين المجفف بيحوي المواد الفعالة لهيك قصص أكثر من التين العادي حتى لو ما كان بغير موسمه. حلو كتير. رح ناخذ كمان اتصال، آخر اتصال معنا. دكتورة لين صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، تفضلي شو سؤالك للدكتورة؟ صباح الخير دكتورة. يا أهلا وسهلا. إذا بتيجي أنا صار لي ولداني 5 شهور تقريبا. طيب. تمام. شعري كثير عم بيجر وبرضع طبيعي وبحس إنه في وجع بسفر رجلي. طيب. هلا بالنسبة لسفل الرجلين حكينا إنه كثير مهم المغنيسيوم وحكينا هلا من شوي شو بدنا نعمل. هلا بالنسبة لشعرك يا عزيزتي كمان حكينا بحلقة سابقة إنه بعد الحمل بخف الاستروجين عند الأنثى. لذلك بدك تاخذي شوي مشتقات شوي الصويا حتى تعززي استروجينك الفعال للشعر. النقطه الثانيه خدي وصفه البقدونس والليمون حتى ترجع ترفع المخزون حديدك اللي استهلكه الحمل، يعني هي 7 عواد بقدونس مع عصيرة نص ليمون رائعه جدا لإلك حتى ترفعي مخازن حديد مشان شعرك. وحكينا عن حرقه القدم كثير مهم مكملات المغنيسيوم لانه انا بتوقع انت عزيزتي بكون ان شاء الله مفاصلك فعاله ما عندك نقص ترويه، انتبهي بس على شوي مكملات المغنيسيوم. فتره مشيلي على الرمل كتير دلكي المناطق هاي بتلاقي الحرقه كلها انتهت باذن الله بتروح اكيد. يعني بعد الولاده بصير في كثير من في كثير اضطرابات بس كلها بيرجع اضطرابات ويعني سبحان الولد الولد اللي بيرجع لك كل توازنه يعني تلتهب الولد هو بيختلف توازنه بالعالمين بيرجع بيرجع من اول. دكتوره سواب يعني معلومات قيمه دائما بتقدمي لنا اياها، بنتمنى انه دائما نقضي مع حضرتك وقت اطول. شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لك دكتوره.